السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب المغربي الأفضل في إفريقيا بدون منازع، وسيكون المرشح الأبرز لنيل كأس إفريقيا على المرتين، يعني 2024 و2025. لأن لماذا؟ نقولكم لماذا، خاطر نتوما متبغوش هذه ماذا بيا خاوتنا مغاربه يعاونونا بلي جام لي كومونتير، حتى الجزائريين اللي يعرفوا الحقيقه يعاونونا يعني باش نقلعوا هذو تاع الناس اللي ما يبغوش يسمعوا الحقيقه. لماذا؟ ان انت عندك مشرف تاعك، مشرف تاعك على المنتخب الوطني شاهدنا دائما في التصاوير يعني في قطر في شامبيون حابسه رجال راهي في راهي في راهي في انجليز، الناس هي تجري في انجليز تجري في فرنسا تجري في الالمان تجري في طليان تجري، يعني يحوسوا يتواصلوا مع اللعابه مباشره كيما نهار لي الركراكي بغى يجيب املاح، راح النادي تاعو اللي كان عنده مشاكل هدر مع لونترينر قال له هذا 100 جوال، قال له ماشي قضيه انا، قضيه تاع الاداره، ما بغاش يزيد معاهم يعني وين راهم عاقبين، وقالوا مالايا يضرب يعطوني الضوء الاخضر ضرب يلعب تيتيلات، راح داره في القائمه ولعبه وصابه في الكوب صابه في الكوب دي موند. شوف الناس كيفاش، حنا والو، حنا ما كاش كاع، حنايا التصاوير واو يقول لك كيما شاهد المدرب في قطر، يا ودي خطا تقول لنا شاهد المدرب سوف يذهب الى فرنسا، المدرب سوف يضرب جولة عبر العالم، المدرب راه في القمر، المدرب راه تحت القمر، راه فوق القمر، إيه بزاف أولا حبيبي بزاف صوالح ديرهم، ما فهمناكمش كاع، والله العظيم ما فهمناكم كاع، والله، جالا تخدم، جالا يجري وتاعو تنوض، جالا تجري وتاعو تنوض، اللي باغي ينجح يخدم. ماشي قاعد يقرا هنايا الصحافه تيري عليه، الصحافه تيري في بلاصته ولا رد يعطي للنساء يردوا، هذه هي وين يستهدف الركراكي من يعني في تربص جوال القادم، لعلها اول مره سيقوم فيها وليد الركراكي بتغييرات كبيره في تشكيله الاسود الاطلس في مباراه راس الاخضر وجنوب افريقيا، المباراتين تحملان طابع ودي باعتبار الاول ستكون تحضيريه والثانيه ما هي الا تحصيل حاصل بعد ضمان التاهل اسود الاطلس وبافانا لنهائيات كاس افريقيا الكوت ديفوار. كما هو معلوم فحيز الزمن الذي امسك فيه الركراكي المنتخب الوطني المغربي لم يكن كافيا لبناء منتخب يعني وين على مقاسه ويتماشى بفكره، فكان لابد من الحفاظ على المجموعه التي اشتغلت مع البوسني بايد مع الاضافه بعض الروتوشات يعني وين الروتوشات باستعاده لاعبين مستبعدين كزياش مزراوي وحمد الله باستقطاب اسماء جديده كهدف سير يعني سيري دو، والذي يعني وليد شديري واستعان بشبان اكدوا احقيتهم في التواجد مع الكبار منهم بلال خنوز زرزوري، ومع ذلك استطاع مولنية من تحقيق المركز الرابع عالميا في مونديال قطر. اذا فالطموح يعني ونقولوا بلي الطموح كبيره، ونقولوا بلي الطموح فان الطموح الركراكي لا تزال كبيره وهو في حاجه للوقت لخلق ائتلاف جديد بمجموعه تنطبق فكر يعني تطبق فكر الركراكي وعلى المستوى هامش واسع من الاختيارات، ولعل مناسبة تربص شهر جوان هو فرصة يعني فرصة الركراكي للتعرف على المزيد من الوجوه التي طلبت جميعها بحسم موقفها بعد تأكد غياب 7 لاعبين أساسيين عن المباراتين المقبلتين بدواعي منح الراحة بعد موسم طويل ومنظر يعني خصوص العناصر التي ستؤثر يعني نهائيات يعني وستحضر في نهائيات كؤوس أوروبية، بعض العناصر التي ستكون ضمن المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس إفريقيا أقل من 23 سنة والتي توافقت مع تاريخ المباراتين. نقول وين الركراكي دائما وين يبحث عن احتياط المناسب للاعبين الأساسيين لتجنب لما وقع له في المونديال قطر عندما أصيب السياسي وأكراد
وكسرت شوكة المنتخب الوطني. هذا كل ما في الأمر، يعني دائما وين يبحث، يعني وين يبحث عن الحلول، يعني كي يحط كي يجيب لا ديفونس، عنده لا ديفونس اكراد ما يجيب، غادي يجيب لا يجيب لي سوتي تاعهم فانيك. هذه هي ناس تخدم خويا، ناس يخدم، ناس مزينه نيتها، ناس يحروا دراهمهم. هذه هي والناس كيفاش يخدم. وين اشار عصام الشرعي مدرب المنتخب الوطني المغربي الاقل من 23 سنه ان وصول منتخب اقل من 17 سنه لنهائيات كاس العالم وضع عليه ضغط كبير لتكرر نفس الانجاز والوصول لاولمبياد رفقه المنتخب الشباب، واكد انه يتوفر على لاعبين بامكانيات عاليه في خط الوسط والهجوم وبوفره، لكنه يفتقر للاعبين مميزين في الخط الخلفي، وهو ما سيحاول تداركه في الايام القليله المقبله قبل انطلاق الدوره. يعني لازم ديالها يتخدم معاه. عراوي راح ديريكت عنده، راح ديريكت عنده. عرا رقراقي راح ديريكت عند الياس بن صغير هذاك. عنده بارك كان عنده. رجاله بارك كان عنده، وانتم قولوا دينا التصاوير. في قطر في شامبيونة حابسه. شوف وين راهي حابسه. والشامبيونة حابسه لا. يعني جايين يديروا هنا تجيبوا التصاوير تجرو، خاطر تكذبوا علينا، يقول لك راه في بلاد الفلانيه، تيوروا في مكه، يوروا يا ودي هضروا نيشانه. قاعد يتسيت قاعد يكذب، كاتلي عباد الله بالكذب. قتلتوا عباد الله بالكذبه ولا بزاف عليكم على بعد. وين راكم رايحين؟ خافوا ربيه. رجاله يتخدم رجاله، وانا زعقوا رجاله يتخدم. واش تضحكوا؟ رجاله كل رجاله قلعت رجاله والله لا يخدموا الناس، الناس يتخدم اسي محمد. الناس والله لا يتخدم. كاش ناس المشاريع قاستها الى الامام برك، والله الى الامام، والله مكان الروتور. الناس والله يا الروتور مكان في ريسانهم. يا دوبا. اقعدوا تمجدوا اقعدوا تمجدوا اقعدوا اقعدوا تمجدوا مازال اقعدوا تمجدوا اقعدوا. يا ودي غادي تشوفوا، انا نقولكم نهائي غادي تشوفوا المنطق يقول النهائي بين المغرب والكوت ديفوار. الواقع سيكون نهائي بين الكوت ديفوار، يعني يقول لك بلي السنغال سوف تخرج من الربع النهائي. ما هي سهلة. أرى الرقراقي على بالكش جاب البلاد ولا ما بالكمش. المنتخب المغربي أقل من 20 سنة يعوض المنتخب بوليفي في دورة موريس المقررة في فترة ما بين يعني 5 و18 جوان المقبل. واه ها رجال يجيب الرجال يجيبوا لبلادهم. إذا ما شاركوش كوب دي مون جاب لهم ها ولا. هذه المشاركة اللي جات في وقتها من أجل تحضير جيد لكأس العالم. شفتوا الناس؟ هذه يا خويا. الناس اللي تخدم كويس.
انتوما تجيبوا محيوس هايك هاكا محيوس نورمال. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا، وان شاء الله دايما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.